وللحديث عن مصير الاتفاق النووي الإيراني وحديث طهران عن اختلاف الموقف الأمريكي والأزمات التي تعيشها إيران، معنا من ستوكهولم الصحفي والمتخصص بالشأن الإيراني السيد طاهر الأحوازي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. الخارجية الإيرانية تقول إنه لن يكون هناك أي اتفاق في فيينا حتى يتم التوافق على النقاط مع الغرب، ما الذي حدث وأدى إلى هذا الفتور الأمريكي والغربي إنجاز التعبير؟ طبعا يعني جميع المتابعين يعلمون بالنسبة للنظام الإيراني ومنذ منشأ هذه الحكومات حقيقة منذ عام 1979 كيف نقضت كل وعودها وأقوالها بالنسبة للعالم بشكل عام، وخاصة حول الاتفاق النووي، بعد أن كان الإدارة الأمريكية الحالية كان يتصور لها أنه النظام الإيراني بالإمكان أن يتجه لتغيير سياسته وتغيير منهجه وتوسعه بالمنطقة، ولكن عكس ما كان تتوقع الإدارة الأمريكية بقى النظام الإيراني متشبث باحتلاله، وحقيقة اليد الإرهابية وهو الحرس الثوري في المنطقة الذي يعتبر هذا خط أحمر بالنسبة للنظام الإيراني. اليوم النظام الإيراني والدولة الإيرانية تعتبر نفسها أعادت جزء من إمبراطوريتها الذي تحلم بها منذ مئات السنين، يعني احتلالها لأجزاء وأقطار عربية، وما نشاهده من جرائم تقوم بها على أرض العراق وسوريا واليمن ولبنان والأحواز قبل كل هذه الأقطار العربية، كانت تريد أن تأخذ التعهد من إيران، وخاصة هناك دولنا العربية تضغط على الولايات المتحدة أيضا أن إيران تكف شرها وتكف إرهابها عنها، ولكن نرى النظام الإيراني يعني يقاوم ومستمر بمقاومته لوضع يده على هذه الأقطار المحتلة، وأيضا ضرب المصالح الأمريكية وتهديد المصالح الأمريكية، وهذا يعني جانب من ما يقولون عن قضية المفاوضات. نعم. أستاذ، طيب من ناحية أخرى، إلى أي مدى كانت إيران تأمل أن تؤدي العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى انفراج على المستوى على مستوى المفاوضات وملف الأموال المجمدة وتصدير النفط؟ بالنسبة لهذا الأمر طبعا إيران أنا أتصور خطأت بحساباتها بالنسبة لهذا الأمر. صحيح اليوم العالم محتاج للنفط والغاز، وهناك رفض بالنسبة لدولنا بالدول العربية الدول الخليجية بالذات لا تريد أن يعني تخرج من إطار القانون لأوبك وغيرها، ولكن النظام الإيراني حقيقة يعني تسرع بأمله أن تكون له قضية الحرب الأوكرانية الروسية، أن الغرب يتجه لشراء النفط وحسب مطالب إيران يوقع على المعاهدات أو المعاهدة النووية، ولكن فشل النظام الإيراني بهذا، ونرى اليوم يعني إيران أصبحت تعود تهديدها بالمنطقة، وحتى هناك إعلان وصحف إيرانية مطالبة ب يعني قطع مضيق باب السلام أمام التجارة العالمية، هذا ما أدى لاستدعاء السفير الإيراني من قبل الوزارة الخارجية لكوريا الجنوبية لإرسال رسالة للنظام الإيراني حول هذه التهديدات. فأنا أتصور النظام الإيراني أصبح اليوم أكثر عزلة بعد أن تكشفت نوايا الإجرامية حقيقة، ليس فقط في عالمنا العربي بل حتى خارج منطقتنا العربية، وما أتصور حسابات النظام الإيراني على يعني الأحداث الذي هو دائما أصلا أساسا جزء من هذه المشاكل أصبحت يعني خاطئة، وأتصور
الخسران الوحيد اليوم هو النظام الإيراني. نشهد اليوم العملة الإيرانية سقطت أكثر من قبل أسبوع، وأيضا المشاكل الداخلية أستاذنا الكريم. هذه المشاكل التي تتفضل بالحديث عنها، هل يمكن أن تؤثر على سياق الأحداث، ولا سيما مع التجميد غير معلن للمفاوضات؟ أكيد أكيد، يعني بالنسبة للداخل، جغرافية ما تسمى إيران، يعني الكل يعلم، وليس من اليوم بل منذ أعوام، الظروف الاقتصادية الصعبة الذي أدخلها حقيقة النظام الإيراني بسياسة التوسعية، بمد لهذه الثروات الطائلة للإرهاب والتوسع. اليوم أصبح المواطن في جغرافية ما تسمى إيران ما تحصل لقمة العيش. يضاف على ذلك التعنت الإيراني وعلاقاته يعلن شيء بالنسبة للدول حسن الجوار، ويعني ولكن هو عملا يقوم بغير هذا. ونرى نحن اليوم يعني أصبح حتى الموظفين وحتى العسكر الإيراني بكل المؤسسات للنظام الإيراني أصبح يتظاهر، وهناك حتى تهديدات داخل النظام نفسه، يعني قادته ورجاله، حول الظروف الصعبة الذي الآن تعيش إيران. فأكيد يعني قضية المفاوضات، إيران عليها أن تسلم كل ما يريده العالم حتى تتمكن من استعادة عافيتها. والله إذا استمر هذا يعني النظام بهذا الشكل مع العالم، أنا أتصور إيران متجهة إلى انهيار كامل. ونرى نحن الآن الاحتجاجات والمظاهرات في عموم جغرافية ما تسمى إيران، خاصة في الشعوب الغير فارسية ومنها الأحواز المحتلة. نحن صار 3 أيام الآن احتجاجات في الأحواز. نعم. طيب، ماذا تبقى من مفاوضات فيينا بعد كل هذه المدة وعدم تحقق شيء ملموس على أرض الواقع؟ بمعنى آخر، إلى أي مدى باتت إيران تحسب خطواتها أكثر في ظل التغيرات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم؟ أنا أتصور يعني بالنسبة للملف النووي، أتصور وهناك قبل أسبوعين كانت مطالبات حتى من جهات أمريكية وغربية أن ينقل الملف تحت البند السابع، يعني قضية التعنت الإيراني وتلاعبه وأخذ الوقت وشراء الوقت. حقيقة هذا أساسا هو يدخل في مصلحة يعني المشروع العسكري الإيراني، ولكن مطالبات أن يتحول الملف للبند السابع، وهذا يعني خنق النظام الإيراني أكثر، ويعني تفجر الأوضاع من داخل ضد هذا النظام. أنا أتصور يعني الملف النووي إذا لم تكن إيران تتنازل عن مطالب العالم، يعني أصبحت قضية الإرهاب الإيراني ليس مختصا في الولايات المتحدة أو في جهة ما، بل نرى يعني الإرهاب الإيراني متواجد من القارة الأمريكية وصولا إلى وطننا العربي وغيره. فأتصور هذا الملف إذا لم تتنازل إيران بشكل الذي يتطلع له العالم وتطلع له منطقتنا، خاصة أنه يعني دولنا بالخليج العربي والدول العربية هناك علاقات متينة بعيدة المدى كانت مع الولايات المتحدة والغرب، فلا أتصور الولايات المتحدة بهذه السهولة تتعدى من علاقاتها بعالمنا العربي وترضخ لمطالب إيران، وإيران تستمر باحتلالها لأقطارنا العربية وتهديد الأمن وتهديد الممرات الاقتصادية المهمة مثل باب السلام وباب المندب. وخاصة اليوم لدى إيران خلال هذه اليومين كان مناورات، وتدل هذه المناورات بما يسمونه العيد الوطني أو اليوم الوطني في بحر عمان والخليج العربي. لديها للجيش الإيراني مناورات، و أعلنت أصلاً تهديدها للمنطقة وخاصة الدول منطقة شرق الأوسط. الأستاذ طاهر الأحوازي، الصحفي والمختص بالشأن الإيراني من ستوكهولم عبر سكايب، شكراً جزيلاً لك.